لأبدأ بالجزائر الشقيقة، لأبدأ بالجزائر الشقيقة، جزائر النخوة والشموخ والمواقف المبدئية الراسخة التي لا تخشى فيها لومة لائم، في دعم ومساندة القضايا العادلة والشعوب المكافحة، وفي مقدمتها قضية الشعب الصحراوي، وهو ما يؤكده بقوة هذا الوفد الكبير الحاضر معنا اليوم. فتحية إلى الجزائر العظيمة. بقيادة أخينا سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، وبشعبها الأبي بكل مكوناتها، بأحزابها ومجتمعها المدني وجيشها المغواري، ولها منا أصدق الأمان بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.